لو فاكر ان السباق بين البنوك انتهى تبقى غلطان، وده لان لسه مفاجآت البنوك ما خلصتش، وده مش كلام وخلاص. احنا النهارده هنقولك على اجدد شهاده لاجل 3 سنين هتديك عائد مش هتتخيله. فيا ترى الشهاده دي ايه، ومن بنك ايه، وايه الفرق بينها وبين الشهادات اللي موجوده في السوق؟ انا ماريا مجدي، ويلا بينا نعرف كل التفاصيل بتاعه الشهاده الجديده وتقدر تشتريها بكام. كل اللي عايز يكسب فلوس وفي نفس الوقت يحوش قرشين للزمن يستفاد بيهم بعدين عنده فرصة حلوة قوي من البنك العربي الإفريقي الدولي، وده لأنه أعلن النهاردة عن طرح شهادة ادخار لأجل 3 سنين، والمفاجأة أن الشهادة دي هتقدم لك عائد ثابت وهتقدر تشتري الشهادة دي بالجنيه المصري. أما بقى سعر الفايدة عليها فمش معقول، وده لأنه بيوصل ل 19.7%، وطبعاً علشان تقدر تنافس الشهادات اللي أصدرتها بعض البنوك الكبيرة سواء بقى الخاصة أو الحكومية. وحسب تصريحات موظف عملاء شغال في البنك قالها لموقع مصراوي، فالشهادة الجديدة الثلاثية اسمها إميرالد، واللي بيطرحها البنك العربي الإفريقي بسعر فايدة 18.5%، وبتقدر تصرف العائد بشكل شهري، وفايدة 18.75% وبتصرف بيها العائد بشكل ربع سنوي، و19% تقدر تصرف بيها العائد بشكل نصف سنوي، و19.5% يصرف كل سنة. ولو خدت قرار وهتشتري شهادة البنك العربي الإفريقي فضروري تعرف إنه بيبدأ شراء الشهادة دي من أول 5000 جنيه وكمان مضاعفات الألف جنيه. ده كمان الشهادة متاحة للأفراد الطبيعيين بس، كمان تقدر تكسر الشهادة وتسحب فلوسك بعد مرور 6 شهور أو أكتر من تاريخ الإصدار، وده لأن البنك العربي الإفريقي الدولي بيسمح بكسرها بعد المدة دي. ومش بس كده، ده احتساب العائد بيبدأ من يوم العمل التالي لشراء الشهادة. والمفاجأة إنك لو حبيت تاخد قرض بضمانها تقدر تقدم على القرض اللي يناسبك. نيجي بقى هنا لأهم سؤال، يا ترى ليه البنوك بتطرح شهادات ادخار الفترة دي؟ هقولك يا سيدي، بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفايدة 2% على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع ليه في مارس اللي فات، ومن ساعتها بدأ عدد كبير من البنوك الكبيرة الخاصة وكمان الحكومية في إنها تطرح شهادات ثلاثية العائد الثابت المرتفع بأسعار فايدة وصلت ل 19% و20% سنويا. المفترض إن البنوك تعلن عن شهادات كتير من خلالها تقدر تحافظ على العملاء بتوعها وفي نفس الوقت تجذب عملاء جدد. وطبعا كان الهدف الأول للبنك المركزي من زيادة سعر الفايدة هو كبح جماح التضخم وتحجيم وتيرة زيادة الأسعار واللي زادت بشكل كبير، وده علشان طبعا تأثير انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار. ولو لسه ما اشتريتش شهادات الادخار عندك فرصة تختار الشهادة الجديدة من البنك العربي الإفريقي واللي هتديك أعلى عائد ثابت. وبحسبة بسيطة لو قدرت تستثمر 100,000 جنيه في الشهادة الجديدة هتكسب في السنة الواحدة 19,250 جنيه. أما لو استثمرت 100,000 جنيه دول لمدة 3 سنين ودي مدة أجل الشهادة هتكسب 57,750 جنيه. ودلوقتي بقى قولنا، شايف إيه أحسن استثمار في مصر دلوقتي؟ وهل تفضل تحط فلوسك في شهادات ولا ذهب ولا عقارات؟